رسميا الاهلي في الصداره، مباراه متميزه جدا، غريبه اول مباراه دي، يعني نادرا لما بشوف النادي الاهلي سيء جدا الشوط الاولاني، الشوط الثاني حاجه متميزه حاجه كبيره. عايز اشكر طبعا النجم المتميز جدا جدا مصطفى شوبير، بصراحه ما شاء الله لعيب متميز جدا، عنده ثبات في المستوى، تحركاته بصراحه تحت الثلاث خشبات فيها ثبات، لعيب متميز جدا ولعيب كبير. هنتكلم النهارده على مكاسب المباراه، هنتكلم كمان على طبعا النادي الاهلي وترتيب المجموعه، كمان في بكره يا جماعه ان شاء الله مباراه شباب بوليسداد ويانج افريكانز، مباراه متميزه جدا، بس ده ما يشغلناش، احنا كده كده النادي الاهلي خلاص في الصداره ب9 بونت، حاجه مميزه جدا. اي فرقه هتكسب بكره كده كده هتبقى برضو في النقاط تحت النادي الاهلي، خلاص النادي الاهلي بنسبه اكتر من 90% هو في الصداره لنهايه طبعا المجموعه. بذكر حضراتكم ان في مباراه يانج افريكانز والنادي الاهلي ان شاء الله يوم 1 مارس، مباراه مهمه جدا، مباراه متميزه جدا، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي العظيم، حاجه كبيره حاجه مميزه جدا جدا جدا. مارسيل كولر بدا غلط، يعني مارسيل كولر كان الطبيعي ان كريم نيدفيد ما يبداش، بقاله اكتر من سنه وشويه او من ساعه ما انضم للنادي الاهلي ما بيلعبش اساسي، كمان انا كنت شايف ان بيرسي ايتاو ما كانش جاهز بنسبه 100%، كان في اخطاء بعض الاخطاء في طبعا في التشكيل، لما بدا يعدل من وضع وشكل والشيب بتاع الفرقه، بدا الفرقه يبقى لها شكل، ويبقى لها شكل مميز جدا. النهارده من مكاسب المباراه عمرو السوليه، عمرو السوليه النهارده بيثبت ان انا يا جماعه لعيب كبير، لعيب مميز جدا. للاسف للاسف النادي الاهلي عنده ثغرات رهيبه غير عاديه في مركز الباك ليفت ومركز الباك رايت، يعني هاني ومعلول بصراحه كان في النهارده ثغرات غير عاديه، لو بنلعب قدام فريق تقيل او النادي الاهلي بيلعب قدام فريق تقيل كان النهارده بصراحه يا جماعه كان هيحصل مشكله كبيره جدا، لان الجناحين بتوعك او الظهرين بتوعك كان عندهم مشاكل رهيبه، باين قوي ان علي معلول مش في الفورمه، محمد هاني بقى سهل جدا ان اي لعيب يخترقه. انا شايف بصراحه اكرم توفيق ناحيه الرايت مع عمر كمال هيعمل حميه، هيعمل منافسه مميزه جدا، هيخلي محمد هاني يرجع ليه مستواه الطبيعي. عايز اتكلم كمان على ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم بصراحه لعيب كبير جدا وبيثبت كل يوم ان هو لعيب متميز جدا ومن افضل بصراحه سنتر باكس في مصر كلها، حاجه كبيره حاجه مميزه جدا. خط الظهر في النادي الاهلي عنده مشكله في تراجع مستوى عبد المنعم، لان بيلعب بتعالي قوي، اما تكون الكره مش مطوعاك لعبت الكره تفهمني، الكره مش مطوعاك والكره مش مدياك وبيحصل قلش وبيحصل انت مش مركز، الكره مش ماشيه معاك، العب السهله، كمان انت بتلعب اخر لعيب في الملعب، انت بتلعب مركز ثيرد باك او سنتر باك، فانت كده كده اخر لاعب في ظهرك خلاص مصطفى شوبير، فالغلطه في فوره. النهارده شفنا غلط اكتر من 3 مرات، ياسر ابراهيم هايل يعني ما شاء الله عليه، قدر يغطي اكتر من مره في ظهر محمد عبد المنعم وكمان علي معلول. النهارده ياسر قبل خروجه كان متميز جدا، ربيعه كمان لما نزل حسينا ان ده ربيعه بتاع زمان، يعني حسينا ان ربيعه عنده ثبات، ربيعه كل الالتحامات اخدها، كمان بتحرك عرض كويس جدا، عينه كويسه، كمان بيطلع باص من رجله بطريقه البيلد اب بشكل مميز جدا، وبنيه الهجمه كان شكل مميز جدا. ارضيه الملعب سيئه جدا، ما كانتش مساعده اللعيبه الحريفه اللي في النادي الاهلي زي حسين، زي المميز بيرسي تاوي، كمان طبعا امام عاشور اللي انا شايفه فاكهه الكوره المصريه، اللاعب الكبير اللاعب المميز. وذكرت لحضراتكم في فيديو اللي هو كان من 3 4 ساعات ان محمد بن رمضان اللاعب التونسي قرب جدا 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 من النادي الاهلي، هيعملوا بصراحه شغل عالي جدا في نص الملعب. عمرو السوليه بصراحه المكالمه اللي كلمها له كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم ان لو شد حيله وركز هيبقى له دور في المنتخب، النهارده بصراحه باين قوي 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 ان هو بيلعب بحاله نفسيه مميزه وحاله بدنيه مميزه. السوليه النهارده كان هايل. من مكاسب كمان المباراه انتوني مودست بيعمل اسيست ولا اروع، مميز جدا، الشحات بكل اريحيه بيجيب جول متميز جدا. بعد نزول وسام ابو علي النادي الاهلي تحس ان بقى عنده فرويد، كل كره بيشارك فيها سريع، برجل بيلعب بدماغه بشكل كويس، المباراه صعبه جدا في اجواء صعبه جدا، ارضيه الملعب سيئه جدا، وبيقدر يؤدي بيه الاداء المميز ده. انا بصراحه حسيت ان فيه او عنده حاجه عايز يطلعها، فبصراحه حسيت ان وسام ابو علي لعيب كبير قوي وان شاء الله يبقى له دور مميز مع النادي الاهلي، لعيب برضه مسجل في الدوري السويدي 14 جول وصانع 5، يعني 19 جول في 17 او 16 ماتش، فانت بتتكلم لعيب اكيد لعيب متميز، طوله كمان 187 سنتي، فلعيب بصراحه يعني عنده مميزات كويسه جدا وسنه صغير، وبصراحه ان شاء الله هيبقى له دور مميز مع النادي الاهلي. بنبارك لجماهير النادي الاهلي، وتعالى بقول لك ترتيب الجدول او ترتيب
طبعا النادي الاهلي في الصداره 9 بونت من 5 مباريات، عنده في المركز الثاني شباب بلوزداد ب4 مباريات 5 بونت، وكمان في المركز الثالث الفريق اللي انا شايفه فريق مميز يانج افريكانز او فريق طموح 5 بونت من 4 مباريات، ومتزايد الترتيب طبعا مدياما اللي خلاص ما عادش ليه اي دور في المنافسه، هيلعب او عنده لعب 4 مباريات، عنده لعب 5 مباريات عنده 4 بونت، فمتزايد الترتيب كده كده النادي الاهلي بنسبه كبيره ان شاء الله هو هيبقى في الصداره، ونتمنى ان شاء الله شباب بلوزداد الفريق الجزائري المتميز يصعد مع النادي الاهلي، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه ان شاء الله هيسافر النهارده، بكره راحه سلبيه من يوم الحد ان شاء الله، تدريبات الجماعيه، استعدادات لمباراه، استعدادا لمباراه طبعا بلديه المحله، هتبقى مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا. عايز اتكلم كمان على طبعا الحاج عامر حسين اجل مباراه النادي الاهلي طبعا بالتاكيد مع النادي بيراميدز في الاسبوع ال 14، كل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي. السلام عليكم. كده كده صديقي الاهلاوي، تعال اقول لك النادي الاهلي بيفاوض مين؟ بيفاوض نجم منتخب تونس ونادي الترجي السابق وبيلعب دلوقتي في الدوري المجري، اللاعب المتميز محمد بن علي بن رمضان، اللاعب الكبير اللي عنده 24 سنه، من افضل لعيبه كان في افريقيا، لعيب مميز جدا ولعيب كبير، بيلعب في اكتر من مكان، بيلعب مركز ميدفيلدر سنتر رقم 6، وبيلعب كمان يعني لاعب متميز جدا، بيلعب رقم 8 وبيلعب رقم 10، لعيب بيلعب في اكتر من مكان وكمان بيلعب على الاجنحه، فلعيب كبير ولعيب مميز جدا. النادي الاهلي بيخلص مع النادي المجري ب 3 مليون دولار، حد يقول لي ده رقم كبير اقول لك لا، هو افضل من اليو ديانج وافضل من لعيبه كتير بتلعب في افريقيا وفي النادي الاهلي، وسعر في ترانسفير ماركت طبعا 4.5 مليون دولار، فما تجيبه ب 3 مليون دولار ده سعر مميز، ولعيب لسه عنده 24 سنه، لسه قدامه 10 سنين، لعيب كبير ولعيب مميز. المعلومه جايه لي منين؟ جايه طبعا من موقع او من صحيفه التونسيه، الصحيفه المميزه 24، واحلى مسا على الاهلاويه. في الفيديو ده صديقي هنستعرض معانا طبعا تصريحات المتميز الحاج عامر حسين، قال لك طبعا هيبقى في توقف لمنتخبنا الوطني على مدار السنه 95 يوم، خلاص عدى منهم طبعا في البطوله 50 يوم بطوله دوري طبعا امم افريقيا، كمان هيبقى في توقفات لان في معسكر يوم 12 سبتمبر وفي معسكر كمان يوم 12 مارس، فهيبقى في 95 يوم كتوقفات. بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى في 15 يوم توقف للمباراه بالنسبه للنادي الاهلي، في اكتر من مباراه مؤجله زي تاجيل مباراه النادي الاهلي وطبعا النادي بيراميدز في بطوله الدوري في الاسبوع ال 14، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي لنادي بيراميدز. كمان عايز اتكلم بالنسبه لتاجيل نادي الزمالك مباراته طبعا مع بلديه المحله، فالراجل بيقول لك هي دي المؤجلات، يعني كل التوفيق ان شاء الله للحاج عامر حسين، والدوري هينتهي في نص شهر 8 اغسطس. كل التوفيق.